يوجد اهتمام اتجاه عوائل الشهداء، لم يأتي رد من القاهرة ولا على لسان أمين عام لحزب أو لفصيل أتى ورد على أسر الشهداء بسؤاله هل تناقشتم. نحن اليوم جئنا فباقي أيام سنين اللي مرقت، إحنا إلنا أكثر من 9 سنوات ونص وإحنا بنستنى رواتب أسر شهداء 2014، ما بيصير التسويف ولا بيصير التمييز بين شهيد وشهيد. إحنا كلنا من فلسطين وكلنا ننتمي لهذا البلد، ما بيصير شهيد قديم وشهيد جديد، ما بيصير شهيد تنظيم فلان وتنظيم فلان، كلنا أبناء شهداء منظمة التحرير الفلسطينية. يجب على رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الأخ أبو مازن أن ينهي ملف عوائل الشهداء فورا، ما بيصير أكثر من 10 سنوات وعوائل الشهداء بيستنوا راتب لهم هو حق شرعي لهم. بالدم نفديك يا شهيد، بالدم نفديك يا شهيد. احنا بدنا حق، هذا حقنا الشرعي، ما حدش بيمن علينا بأي حاجة، حقنا شرعي هذا. احنا بنطالب في منظمة التحرير سواء اليوم او بكرة، يعني في اقصى صعوبة. يعني انا عندي 4 ايتام، منين بدي اعيشهم؟ عمري 60 سنة، هيني عمري 60 سنة، بدي اعيش انا اولادي، عندي بنات 5 وعندي بنات 4، بنات ابني 4، من وين بدي اعيش؟ لا نتلقى اي راتب من اي جهة، من وين بدي اروح اعيش؟ يجب ان نرتخ لهذه العوائل وان نصرف لهم مخصصاتهم المالية ورعاية أبنائهم الأيتام دون التحجج.